أوكي، إذا الدي المقصود بينها المشتقة، دي سكوير المشتقة الثانية، والدي والمشتقة الأولى في respect to x، وكذلك الدي سكوير المشتقة الثانية في respect to y. That is to say d2y over dt square plus 7dy over dt minus 14y equal 4. Okay, this is equation number 1. هذه معادلة رقم 1. أما المعادلة رقم 2 فهي d plus 1 times x. That is to say dx over dt plus x plus dy over dt plus 2y equal minus 8e to the power 2t. إذن هذه عبارة عن معادلتين مجهولين، عندنا الـ x والـ y، معادلتين تفاضليتين تحوي على مجهولين هما الـ x والـ y. Find the complete solution of the system، هذا هو المطلوب بالسؤال، يعني إيجاد قيمة x as a function of t و y as a function of t. طبعاً لماذا لماذا dx over dt؟ أو لماذا x as a function of t؟ لأنه واضح أنه الـ الطرف الأيمن هو المتغير t اللي يعتمد عليه مشتقة الـ x ومشتقة الـ y. إذا سوف نستخدم طريقة كريمرز رول. كريمرز رول واضحة أنه أن مصفوفة المعاملات مضروبة بالـ x يساوي لنا مصفوفة أخرى، لأنه نستبدل معاملات الـ x بالحد المطلق وتبقى معاملات الواي في المصفوفة، هذا إيجاد قيمة X. أما لإيجاد قيمة Y فإذا مصفوفة المعاملات، نقصد بمصفوفة المعاملات هي هاي المعاملات، هذا معامل X، هذا كله مثل معامل X، وهذا كله مثل معامل Y، هذا المعادلة رقم 1. المعادلة رقم 2 معامل X هو D plus 1، المعامل Y في المعادلة الثانية هو D plus 2. إذن هذه مصفوفة المعاملات 2d squared. طبعا ايجاد حل هذه المصفوفات نستخدم طريقه 2 by 2 array، مصفوفه 2 في 2، بالتالي ايجاد قيمه الديترمنت نضرب هذا في هذا ناقص هذا في هذا، 2 by 2 نضرب هذا في هذا ناقص هذا في هذا with respect to x، بعدين هذا في هذا يساوي طبعا هذا في هذا ناقص هذا في هذا. اوكي يتم الضرب الان 2d سكوير في d 2d تكعيب، 3d في d 3d تربيع، ماينس 9 في d ماينس 9d، انتهينا من d. الان 2 نضربه في 2 في 2 d سكوير 4 d سكوير زائد 2 في 3 6 d ماينس 8 d. هذا الترم الاول بالنسبه للمصفوفه، ماينس احنا قلنا هذا في هذا ناقص هذا في هذا، دي سكوير في دي دي تكعيب زائد 7 دي في دي 7 دي سكوير ماينس 14 دي بلس الواحد اللي نضربه في دي سكوير بلس دي سكوير في 1 زائد 7 دي في 1 ماينس 14 في 1. هذا كله وذ ريسبكت تو اكس، هذا كله وذ ريسبكت تو اكس. هذه قيمة الديترمنت اللي عبرنا عنها، قد تكون قيمتها صفر او قد تكون لا تساوي صفر، هذا كله اللي مصفوفة المعاملات يساوي أيضا هذا في هذا ناقص هذا في هذا، d زائد 2 للأربعة في الأربعة ناقص d سكوير زائد 7d ماينس 14 إلى الماينس 8e تو باور مضروبة في e تو ماينس 8e تو باور 14. طبعا انتبه لملاحظة مهمة، هذا شو المقصود أنه d زائد 2 في الأربعة؟ معناته المشتقة الأولى للأربعة. نعم سبق ذكرنا أنه دي من معادلة مشتقة، فالمشتقة الأولى للأربعة صفر واثنين في أربعة ثمانية، فإذا هذا كله هذا دي زائد اثنين للأربعة كله يختصر إلى أنه ثمانية فقط. أوكي، بينما هذا دي سكوير زائد 7 دي ناقص 14 بالماينس 8 تو اي تو باور 2 تي، معناته المشتقة الثانية للماينس 8 اي تو باور 2 تي، المشتقة الثانية لل minus 8 e to power 2 t، minus 8 طبعا هو ثابت، المشتقة الأولى هي 2 e to power t، والمشتقة الثانية هي أيضا 2 e to power 2 t، فيصير عندي 4 e to power 2 t. أوكي،
أربعة إي تو باور 2 تي، بالتالي الأربعة في ثمانية في ثمانية صار بثمانية في صار بثمانية صار بثمانية كراماتي تساعدنا ماينس 32 إي تو باور 2 تي. هذا بالنسبة لنا، بالنسبة إلى بعد من نبسط هذه المعادلة أكثر طبعا، لأن يعني معناتها دي سكوير زائد 17 ماينس 14 معناتها المشتقة الثانية لل ماينس 8 إي تو باور 2 تي اللي 32 إي تو باور 2 تي زائد 7 في 8 في ناقص 8 في المشتقة الأولى لل إي تو باور 2 تي. أوكي، يعني 7 في 8 56 في مشتقة الـ e to power 2t هي 2 e to power، ف 56 في 2 112 e to power 2t ناقص 14 في ناقص 8 زائد 112 e to power 2t، فإذا 112 e to power 2t ناقص 112 e to power 2t يختصر يبقى عندنا هذا التيرم كله صفى عندنا 8 زائد 32 e to power 2t. طبعا المقصود بانه نرجع نقول انه نذكر دي سكوير حتى المشتقه الثانيه لهذا الترم زائد 7 دي معناته 7 في المشتقه الاولى لهذا الترم ناقص 14 في مقدار هذا الترم. هذا هو مختصر في هذه المعادله. لو ننتبه الى هذه المعادله اصبحت معادله تفاضليه من الرتبه الثالثه. المقصود بعد نبسط هذا كله، بعد نبسط هذا كيف نبسط 2 دي تكعيب ناقص دي تكعيب دي تكعيب 3 دي تربيع زائد 4 دي تربيع 7 دي تربيع، هنا عندنا زائد دي تربيع، عندنا زائد 7 دي تربيع فيصبح عندنا ناقص دي تربيع، وعندنا هنا ناقص 9 دي، هنا زائد 6 دي، هنا عندنا ناقص 14 دي، هنا عندنا 7 دي، يصير عندي مختصر نبسط يصير زائد 4 دي، عندنا ناقص 18، عندنا ناقص 18 وناقص 14، عفوا ناقص 18 وزائد 14 معناته ناقص وناقص زائد فيصير عندنا ناقص 4. هذا كله يساوي هذا الترم اللي صفيناه 8 زائد 32 دي. إذن هاي أصبحت معادلة تفاضلية من الرتبة الثالثة، معادلة تفاضلية من الرتبة الثالثة with respect to x. هذا مقصود به شنو؟ d3x على dt تكعيب ناقص d2x على dt سكوير plus 4dx over dt ناقص 4x equal 8 plus 32 e to power 2t. إذن هذه المعادلة التفاضلية من الرتبة الثالثة، الحل إلها هو عبارة عن y homogeneous plus y particular. نرجع للمحاضرات السابقة اللي أخذناها سابقا كيف نوجد حل المعادلة التفاضلية، نحولها إلى algebraic form حتى نحسب قيمة الـ y homogeneous أو complementary function. نحولها إلى algebraic form يساعدني أن تكعيب ناقص أن تربيع زائد 4 ناقص 4 يساوي صفر، لأن هذا الـ y homogeneous. الروتس مال هذه المعادلة m يساوي 1 و m equal plus minus 2i. فبالنسبة للـ m 1 هو c3 e to power 3، وبالنسبة للـ complex number هو plus minus 2i أو C1 cosine 2T plus C2 sine 2T. هذا هو الواي هوموجينيوس. أما الواي بارتيكولار نفرض طبعا هنا الفيلد، انتبه الفيلد عبارة عن كونستانت زائد كونستانت مضروب في E to power 3، فالواي بي نقدر نسوي سوبربوزيشن أو سوبربوزيشن أو يمكن أن نوجد الحل مباشرة، نعوض فيلد مباشرة هو A زائد B في E to power 2T، نشتق مشتقة أولى ومشتقة ثانية ومشتقة ثالثة، نعوض بهذه المعادلة التفاضلية نوجد قيمة الـ A والـ B، تطلع الـ A ماينس 2 والـ B تطلع 4، فبالتالي الـ XP يعني Particular Integral للـ X راح يصير عندنا ماينس 2 زائد الـ B 4 E to power 20. هذا نضيفه إلى الـ Y Homogeneous حيطلع عندنا الـ Y Complete، العفو نضيفه إلى الـ X Homogeneous يطلع عندنا الـ X Complete. فالـ x complete حيصير عندي c1 cosine 2t plus c2 sine 2t plus c3 e to power 2t c3 e to power t plus x particular minus 2 plus 4 e to power 2t. إذن هذا هو الـ x particular وجدناه. بنفس الأسلوب راح